قدمت مؤسسة استجابة للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية وتنموية للنازحين في مأرب. وفي تصريح ليمن شباب أكدت مديرة شبكة استجابة للإغاثة نسيبة الغساني أن المؤسسة قدمت 100 خيمة و1000 سلة غذائية لنازحي مديرية مجزر. وأضافت الغساني أن المؤسسة ومنظمة الهجرة الدولية أقرتا تقديم 1000 الحقائب الإيوائية والغذائية لنازحي الجوف وإنشاء مشروع خزانات للمياه. مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية مكتب محافظة مأرب تقدم مساعدات إغاثية وتنموية للنازحين، وبالذات النازحين من الحرب الأخيرة في نهم، ومن الحرب أيضا في محافظة الجوف. نحن كمؤسسة وجميع المنظمات المحلية تعاني من ضغط شديد باستيعاب النازحين، لأنها أعداد هائلة تأتي إلى محافظة مأرب، ولكن قدمت مؤسسة استجابة مخيم خيام لـ100 نازح من مديرية مجزر اللي نزحوا في الحرب الأخيرة. سنقدم في الأيام القادمة أيضا حقيبة إيوائية 1570 حقيبة إيوائية.